اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. خلوني ارحب بضيفي في هذه الفقره، النجم الكبير والمدير الفني القدير كابتن رمضان السيد. ازيك كابتن رمضان؟ مشرف ومنور. ربنا يخليك يا اسلام. طبعا مش ربنا يخليك يا اسلام، انت اللي منور يا اسلام. ربنا يخليك يا كابتن ومنور القناه العوده الجميله. ربنا يخليك يا كابتن، ده حضرتك دايما اللي منور. ربنا يخليك. ربنا كل نجوم النادي الاهلي الحقيقه، اجيال دايما بتسلم اجيال النادي الاهلي. اكيد اكيد كابتن رمضان، خليني ابدا مع حضرتك بعد غياب 50 يوم عن الدوري العام. الناس تقول لك يا اصل الاهلي ما يعني انتوا بتاجلوا له على راسه ريشه، بتاجلوا له الماتشات الفتره اللي فاتت، يعني على اساس مثلا الدوري الاهلي ما كانش بيلعب ايه، كان اللعيبه قاعده في الساحل، ما كانش بيلعب في ولا دوري ابطال افريقيا، ما سافرش جنوب افريقيا، ما سافرش، ما سافرش قطر. بتفكر ازاي في العوده يا كابتن، خصوصا ان انت تاهلت الحمد لله النهائي ودي هنتكلم عنها، ولكن العوده بعد غياب 50 يوم؟ يعني انا يمكن الناس اللي بتقول يا اسلام ان النادي الاهلي مستفيد من التوقف ده 50 يوم، اعتقد ان ده يعني كلام مش صح. يعني بالعكس، انت لما بتبقى متواجد في المسابقه وبتاخد كل اسبوع مباراه، اعتقد ده بيبقى اللعيبه مركزه في المسابقه وفي نفس الوقت انها بتلعب على البطوله. انت النهارده مثلا حته بعد اللبناط بين الزمالك وبين النادي الاهلي وصل مثلا عدد كبير جدا من اللبناط، ده بيشكل ضغوط على لعيبه النادي الاهلي وجهازه الفني. مظبوط. يعني مش دي ميزه النادي الاهلي واخدها، النادي الاهلي كان واخد الفتره دي كلها على اساس ان هو بيشارك في البطوله الافريقيه، بيمثل مصر. وبيمثل مصر، وهو النادي الوحيد اللي بيمثل مصر طبعا. التمثيل اللي هو اللي احنا بنشوفه على طول الحقيقه، رافع راس كل المتابع لكره القدم وكل المصريين الحقيقه في كل البطولات اللي بيشارك فيها النادي الاهلي. أيوة. فهي دي مش ميزه، بل بالعكس انا شايفها من وجهه نظري ان دي ضغوط على لعيبه النادي الاهلي في المباريات اللي جايه دي كلها. ان هو مفروض مطلوب من لعيبه النادي الاهلي والجهاز الفني ان كل المباريات اللي جايه دي يلعب ان هو هيكسب كل المباريات عشان يبقى داخل جوه المنافسه بشكل قوي جدا جدا جدا. فدي مش ميزه الحقيقه. يعني حضرتك شايف ان هي عيب او ضغط، بتمثل ضغط على النادي الاهلي؟ طبعا طبعا. من انهي ناحيه يا كابتن الضغط؟ الضغط زي ما بقول لك، الفرق اللي بنقط اللي بين النادي الاهلي وبين الزمالك دلوقتي فرق كبير جدا. فطبعا انت النهارده ما بتلعبش، انت اي بطوله النادي الاهلي بيشارك فيها بيشارك عشان يحصل على البطوله. فبالتالي انت المباريات اللي انت هتلعبها، اذا كنت هتلعب مثلا 10 مباريات او مش عارف 12 مباراه او 15 مباراه، انت مطالب انك تكسب عدد المباريات اللي انت تلعبها. فدي بتشكل ضغوط كبيره جدا، بعكس زي ما بقول لك، انت مثلا لو المسابقه انت ماشي فيها بانتظام ممكن مثلا هيبقى في وسط مثلا 3 مباريات ولا حاجه بتظبط حاجه، بتظبط حالك، بتظبط نفسك. لكن هي يعني الناس اللي بتقول ميزه، انا مش شايفها ميزه. دايما في البعض دايما بيحاول ان هو يخش في المنطقه دي يقول لك اصل النادي الاهلي يعني على راسه ريشه، دايما هو ده اللي يعني من بعض ما لاقي يشجع النادي الاهلي دايما يروح يقول لك هذا الكلام يعني. لكن العكس، معنى كلام حضرتك ان ده العكس. العكس. العكس، حتى لو هم، لو هقول لك حاجه، لو الموقف حتى بيختلف، نادي الزمالك هو اللي هيلعب المباراه دي المؤجله دي، عدد المباريات المؤجله الكتيره جدا دي برضك نفس الحكايه، ضغوط على نادي الزمالك. فهي مش ميزه للنادي الاهلي ان هو بقاله 50 يوم ما بيشاركش في بطوله الدوري العام. تعتقد يا كابتن ان خبرات لعيبه النادي الاهلي ممكن تتغلب على هذه الضغوط ويمكن الفصل ما بين البطوله الافريقيه والدوري؟ هي دي النقطه اللي هي موجوده يا اسلام، مش دلوقتي. دي موجوده من 50 سنه. في النادي الاهلي انت لعيبه النادي الاهلي بجهازه الفني بمجلس ادارته بجمهوره بيفصلوا على طول ما بين اي بطوله مثلا انت بتشارك فيها. مزبوط. او بتحصل على بطوله والبطوله اللي بعديها اللي انت مكمل فيها. فبالتالي انت خلاص بتركن دلوقتي بطوله النهائي، انت وصلت النهائي وده طبعا انجاز كبير جدا، والحقيقه لما نيجي نتكلم على مباراتين الترجي هنشرح للناس. لكن في نفس الوقت انت خلاص بنركن، وصلنا للنهائي وبنفكر في مباراه الدوري. في الدوري، وازاي هنحصل على الدوري. يعني كل التفكير اللعيبه بالجهاز الفني، حتى يمكن انت بتشوف مثلا سيد عبد الحفيظ مثلا مدير الكوره، يعني يا دوبك البطوله بتخلص يعني بقى في اوضه اللبس، يا دوبك حتى ما اللعيبه ما لحقتش تفرح. مظبوط. ويقول لهم يا جماعه احنا الدوري، ده الجمهور نفسه يا كابتن. لو تتذكر في كاس العالم الاخيره طبعاً. بعد ما وصلنا لمباراه الثالث والرابع وخدنا كسبنا المباراه وطلعنا الثالث، بيقول لك في يعني سيد عبد الحفيظ اللي كان بيحكي بيقول ان في الاستاد
الناس كانت بتحكي وعماله تقول ايه الدوري يا اهلي او افريقيا يا اهلي. بالظبط هو ده الفارق دائما ما بين النادي الاهلي واي نادي تاني، وهو ده يعني الفارق في حصول النادي الاهلي على كم البطولات الحقيقه. أيوة. بتكمل بتتكلم مثلا في دوري عام 42 مره، بتتكلم في كاس مصر قد ايه، بتتكلم في افريقيا 9 مرات والعشرة جايه ان شاء الله باذن الله. فهو ده الفارق ما بين لعيبه النادي الاهلي باجهزته الفنيه على مدار السنين اللي فاتت كلها بمجالس اداراته. الحقيقه اعتقد ما فيش اي تفكير غير في الحصول على البطوله اللي انت بتشارك فيها. ايوه انت بتروح كاس العالم، يعني انا اقول لك حاجه، ده بتوصل ان انت بتروح تلعب بطوله كاس العالم للانديه والناس بتطالبك انت تاخد البطوله، تحصل على البطوله. مظبوط. يعني شوف انت واصل لايه، يعني واصل عن الثقه بقى اللي انت اديتها لجمهورك واديتها لكل متابعين كره القدم في مصر، انك انت حتى قادر ان انت تروح بطولة كاس العالم للأندية وتحصل على البطولة، أو بتبقى بيطلبوا منك كده. فبالتالي احنا خلاص بدأت بنجنب طبعا، خلاص وصلنا للنهائي وابتداء بنفكر في مباراة بيراميدز اللي هي المباراة اللي هي يوم الخميس، يوم الخميس القادم. الجهاز الفني بيبقى ليه دور، يعني حضرتك المدير الفني ايه الدور اللي يقدر يعمله الجهاز الفني في مثل هذه الأمور، بمعنى ازاي هيفصل ما بين أفريقيا وما بين الدوري؟ انا زي ما بقول لك، يعني هي يعني احنا لعيبه النادي الاهلي بجهزته الفنيه الحقيقه الحته دي بالذات يا اسلام انت بتتكلم فيها بقى فيها اليه خلاص. ايوه يعني حتى مش محتاج تقعد تحضر لعيبتك او تحضر الجهاز بتاعك، بالعكس بقى فيها اليه. اللعيبه نفسها من جواها من غير ما حد بيكلمها هم بيتكلموا مع بعض كده. أيوة. بيتكلموا مع بعض حتى في اوضه اللبس، يقول لك مثلا ايه، احنا خلاص وصلنا النهائي، احنا خلاص احنا نبص للدوري بقى، نبص للدوري وعاوزين نلعب مبارياتنا كلها ونكسب مبارياتنا كلها. فدي بتسهل على اي جهاز فني ان هو يوصل للاعيبته بمنتهى السهوله، ان هو يقول لهم خلاص احنا دلوقتي بنلعب عشان نحصل على بطوله الدوري، وكل المباريات اللي احنا هنلعبها في الفتره اللي جايه، رغم ان انا بقول ان دي ضغوط على لعيبه النادي الاهلي وعلى الجهاز الفني الحقيقه، لكن كل المباريات اللي احنا هنلعبها هنلعبها على الفوز، على اساس ان احنا في خلال ما نوصل ان شاء الله ان احنا بنتساوى مع نادي الزمالك في عدد المباريات اللي احنا بنلعبها، اعتقد ان احنا ان شاء الله باذن الله نبقى وصلنا لفارق بونتين، فارق 3 بونت على حسب بقى احنا ما هنوصل ان شاء الله. كابتن رمضان، هل احنا هنلعب بيراميدز ان شاء الله يوم الخميس؟ بيراميدز من الفرق الجيده في الدوري المصري خلال السنتين ثلاثه اللي فاتوا، ولكن بيراميدز وصل للدور قبل النهائي في البطوله الكونفدراليه وخرج من البطوله الكونفدراليه، ولما رجعوا النهارده اقالوا المدير الفني السابق، واصبح تركيز جوناس المدير الفني السابق لوادي دجله هو المدير الفني لبيراميدز. هل حضرتك تفتكر ان الخروج من البطوله الافريقيه وتغيير المدرب هيؤثر سلبا ام ايجابا في بيراميدز؟ يعني خلينا الاول نقيم الحقيقه تجربه بيراميدز من الموسم اللي فات. الحقيقه بيمتلك طبعا امكانيات ماديه بتفوق اهلي وزمالك، يعني من افضل الانديه اللي موجوده في مصر طبعا امكانيات ماديه. بيمتلك نجوم، يعني النجوم دول كانوا في فرقهم اذا كان في النادي الاهلي او في نادي الزمالك او في الانديه المصريه كانوا نجوم كبار جدا وليهم يعني تقل كبير جدا، كل لعيب كان بس طموحهم انتهى. يعني من وجهه نظر اللي حصل خلال الفتره اللي فاتت ان طموحهم بقى يعني راحوا لاتجاهات تانية غير الجمهور الاهلي وحب جمهور الاهلي. هي ديت اللي احنا بنتكلم فيها، يمكن انا اتكلمت فيها الحقيقه اسلام من فتره كبيره جدا. أيوه. في انتقال مثلا رمضان صبحي. أيوه. واختياره مثلا لنادي بيراميدز، حتى اولا في فرق كبير جدا جدا ما بين الجماهير الكبيره اللي موجوده للنادي الاهلي ولاعيبه النادي الاهلي في مصر او في الوطن العربي او في افريقيا، ولاعيب النادي الاهلي بينزل المباراه عامل حساب الجمهور ده. طبعا يعني عامل حساب الجمهور ده. احنا اتعلمنا منكم يا كابتن ان ان جمهور الاهلي ده هو الدافع الاساسي في طبعًا كل شيء. طبعا هو اللي عامل، انا اسف، رمضان السيد طبعًا هو اللي عامل كل النجوم، مختار مختار هو اللي عامل، مصطفى عبده هو اللي عامل، محمود الخطيب طبعا طبعا كل النجوم. فبالتالي النقطه دي مهما قلت لي مثلا مليارات بتتوجد في اي فرقه او في اي نادي، لا يمكن ان انت تقيسها بالجماهيريه والشعبيه وانك انت الجمهور كمان بيدفع اللعيبه ان هو ده بيفكر في كل دقيقه جوه 90 دقيقه. مظبوط. يعني لعيبه النادي الاهلي
انت من النهارده كم من المباريات لاعبي النادي الاهلي بيخلصها في الدقيقه مثلا 6 من الوقت الضايع يعني في الشوط الثاني 96 95 مش عارف 90 91 لاعبي النادي الاهلي بيخش اي مباراه ما بيفكرش في اي حاجه خالص غير ان هو ازاي يخلص وقت المباراه وهو كسبان ودي طبعا حاجه كبيره جدا ده جدا. الطموح الحقيقي ان ازاي يرضي جمهوري. يعني يمكن انا يعني للاسف الشديد كان في تصريح مثلا لرمضان صبحي وهو بيتنقل لبيراميدز وقال لك بيسالوه بيقولوا انت ليه سبت نادي الاهلي وليه رحت بيراميدز؟ قال جواب غريب جدا جدا جدا. قال لك عشان انا رايح لطموح تاني وطموح مختلف ومش عارف ايه وبتاع. طموح ايه؟ ده انت في وسط ده انت الفتره اللي انت رحت فيها بيراميدز النادي الاهلي حصل على 4 5 بطولات. مظبوط. يعني انت بتتكلم في اقل من سنه. في اقل من سنه 4 5 ولسه اللي جاي انت بتاخد ان شاء الله باذن الله هتلعب. كابتن خطيب قال مش على رمضان هو قال بشكل عام يعني طبعاً. ان قال كلمه هي بصراحه كلمه جميله جدا. ده كلمه رهيبه. يعني فعلا يعني بتترجم لك كل اللي حصل. انا كلام الزعلان منهم انا زعلان عليهم طبعا. هو مش بتكلم على انا بتكلم بشكل عام بشكل كل عام اللي مشوا يعني بشكل عام النادي الاهلي. بدليل اهوت ما هو يعني انت الكابتن الخطيب قال ليه كده؟ ما هو قال ليه كده؟ لانك انت في الفتره اللي انت مشيت فيها في 5 بطولات انت كنت ممكن تبقى موجود من ضمن الاسماء اللي حصلت على البطولات دي وهتاخد فلوس يعني والفلوس جايه. ده انت بتتكلم في ايه؟ انت بتتكلم في واحد عنده 23 سنه ولسه احنا كده بنتكلم عن رمضان يعني بتكلم عن رمضان لان يعني انا شايف ان يعني مثلا احمد فتحي الحقيقه ادى دوره بشكل قوي جدا وكان من اللعيبه المميزين جدا في تيم النادي الاهلي ومنتخب مصر الفتره اللي فاتت كلها وهو كان خلاص يعني احمد فتحي ممكن مثلا الموسم اللي جاي ممكن مثلا يبقى بيفكر في ان هو يعتزل مثلا لكن انا بتكلم في لعيب انت طموح ايه يا رمضان ومين مستشارينك كمان يعني انا بستعجب يعني مين مستشارين رمضان صبحي اللي هو مثلا راح يسالهم ويقول لهم مثلا اتحرك ازاي او اعمل ايه ويوجهوه الاتجاه ده يعني بصراحه صعب جدا 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 يعني فبالتالي هو كل حاجه دلوقتي الناس بتنتظر ايه اللي هيحصل في مباراه يوم الخميس وبعد كده اللي هيحصل في مباراه يوم الاحد وبعد كده اللي هيحصل في المباراه اللي بعدها وبعدها لغايه لما تصل للنهائي بالظبط بالظبط بنتكلم على مباراه بيراميدز يا اسلام الحقيقه انا بقول لك ان هم رغم عدد النجوم الكبار اللي عندهم الحقيقه لكن لا مش هو ده الاداء اللي المفروض يبقى اللعيبه دي بتطلعه بعيد خالص يعني ادائهم بعيد خالص يعني انت حتى بتتكلم مثلا في الفتره اللي فاتت في مدير فني موجود طبعا انا في رايي ان السيطره الفنيه على المجموعه النجوم اللي موجوده مش موجوده خالص أوكي. خالص يعني ما تدي لها نسبه مثلا تروح ل 10% مثلا طبعا لو في سيطره فنيه وسيطره اداريه على لعيبه بيراميدز اعتقد ان هم كانوا يبقى في مكانه تانية خالص كان ممكن يروحوا بقى يحصلوا على بطوله الكونفدراليه في خلال الموسمين الموسم ده كان يبقوا موجودين الحقيقه في منافسه بشكل قوي جدا جدا لكن دي مش موجوده وحتى التغيير اللي حصلت الحقيقه يعني عايزه وقت يعني مش الراجل لان تكيس كمان يعني حتى بيلعب بطريقه مختلفه بالظبط هو بيلعب بطريقه مختلفه واسلوب لعب هو عاوز ينفذه مع اي حد وده محتاج وقت مش هيقدر يا كابتن يوم الخميس لا يمكن ده لا يمكن هيقدر ده محتاجه مش اقل مثلا من 10 ايام اسبوعين عقبال حتى ما يبتدي يحفظ لعيبته بيتحركوا ازاي وبيحضروا ازاي من تحت والحاجات دي كلها محتاجه وقت يا اسلام طبعا فانت وفي نفس الوقت انت بتتكلم في حاله لعيبه النادي الاهلي وحاله تيم النادي الاهلي لا يعني انت عامل اخر مباراتين يعني يعني اتعلمنا منكم برضو ان كره القدم يعني فيها كل حاجه بس احنا بنحترم المنافس يعني دايما لعيبه النادي الاهلي والنادي الاهلي وجهازه الفني الحقيقه بنحترم المنافس أيوة. عمر لعيبتنا ما قالوا مثلا ان احنا هنروح نكسب المباراه دي بسهوله او مش لا احنا بنتعب في الملعب وبنجتهد في الملعب وبنموت نفسينا في الملعب عشان ناخد الثلاثه بونت عشان نكسب فبالتالي طبعا ان الكوره بتقول لنا في حاجات كتيره جدا لكن احنا لو احنا اتكلمنا على الحاله الفنيه اللي موجود عليها لعيبه النادي الاهلي في الفتره دي والحاله الفنيه اللي موجود عليها بيراميدز لا
المباراه رايحه طبعا لصالح النادي الاهلي يا رب ان شاء الله. ولكن برضو التغييره بتاع المدير الفني بتعود يعني اللي احنا شفناه خلال الفترات اللي الواحد كان بيلعب فيها ان دايما بتعود بشكل ايجابي اكتر منه سلبي على اللاعبين، لان كل لعيب بقى بيبقى عايز يطلع يا كابتن كل اللي جواه للمدير الفني، فده ممكن ياثر بشكل ايجابي على لعيبه بيراميدز. ممكن طبعا، بس فنيا في الملعب هيبقى في حدود يعني مش بالشكل اللي حد يتوقعه. ان مثلا انت هتشوف مثلا ان تيم بيراميدز بيحضر مثلا من تحت وبيشتغل نفس الشغل مثلا اللي كان الراجل بيشتغل فيه مع وادي دجله، رغم تحفظي كمان على اسلوب الراجل تكيس الحقيقه، لان هو يعني انا في رايي ان هو بيروح للشو، ان هو مثلا بيلاعب اي حد وهو عاوز يعمل استحواذ ومركز قوي في الاستحواذ. وحتى يمكن مباراه مثلا وادي دجله وانت بتتفرج عليها وهو ماسكهم ما بيروحوش للجول كتير، هو دايما بيفكر ان هو ازاي مثلا بيلعب نادي الاهلي او بيلعب الزمالك او بيلعب استحوز. اي تيم ان هو يبقى بيتقال عليه ان هو بيستحوذ، ودي الحقيقه يعني برضك مش هتعمل نتائج ايجابيه، بدليل ان وادي دجله في الفتره اللي هو حتى كان في ناس بتشيد بادائهم لكنه كانوا مهددين بالهبوط ويعني يمكن لغايه ما مشي وبعدين لغايه دلوقتي هم طبعا في مشكله كبيره جدا. فبالتالي انا بقول لك حاجتين، هو مدير فني جديد لكن في نفس الوقت هو اسلوب لعبه محتاج وقت عشان لعيبه بيراميدز تحفظ الاسلوب اللي هينفذوه. وفي نفس الوقت انا بقول لك ان احنا ما شفناش من تكريس الحياه مع وادي دجله ان هو مثلا عمل طفره هجوميه مثلا في ادائهم، لا هو يمكن اكتر حاجه كان بيركز عليها حته الشكل الجمالي ليهم والاستحواذ اللي موجود في المباراه. كابتن رمضان، النهارده بيتسو موسيماني في المران او قبل المران عقد محاضره بالفيديو لاهم نقاط القوه والضعف اللي موجوده في فريق بيراميدز. من وجهه نظرك اهم نقاط القوه والضعف في فريق بيراميدز؟ طبعا يعني هم عندهم تيم قوي بس اسماء يعني اسماء، بس للاسف الشديد احنا يعني مثلا لما نيجي نتكلم مثلا على عبد الله السعيد حالته الحقيقه مش زي الموسم اللي فات. عبد الله كان في حاله بدنيه وفنيه عاليه جدا. اتكلم مثلا على رمضان صبحي، انا لغايه دلوقتي ما شفتش لرمضان صبحي مباراه صنع الفارق فيها. فبالتالي انت تقدر تتعامل الحقيقه مع مفاتيح لعب نادي بيراميدز بمنتهى السهوله. يمكن انت عندك حتى وجود اكرم توفيق الحقيقه في الفتره في المباراتين وادائه المميز جدا في المباراتين الحقيقه، المباراتين الترجي، اعتقد ان ده هيقفل لك على الحته اللي هي بتاعه رمضان صبحي وهو بيلعب من ناحيه الشمال. قادر اكرم توفيق من انا في رايي في المباراتين من افضل اللعيبه اللي انا شفتهم في الفتره الاخيره في موقف واحد ضد واحد، ولكن يظل رمضان صبحي واحد من اللاعبين الجيدين جدا في هذا المكان. طبعا بس انا بقول لك ان كمان حاله اكرم توفيق في ان هو في النواحي الدفاعيه وفي موقف واحد ضد واحد اعتقد ان يقدر ان هو يقفل مفتاح لعب مهم جدا عنده. يمكن برضو في الحقيقه الحته الهجوميه لغايه دلوقتي احنا ما شفناهاش برضو بشكل قوي. فبالتالي زي ما بقول لك يا اسلام، احنا الجهاز الفني مستر موسيماني الحقيقه والجهاز المعاول الحقيقه قادرين ان هم يوقفوا مفاتيح لعب الحقيقه بيراميدز في مباراه اكتر حاجه الخميس. يا كابتن رمضان، ممكن يعني الجهاز الفني للنادي الاهلي يقولها لاعيبته، خلي بالكم من الناحيه دي، من الحته دي، من الجزء ده، من الاوفر ده، من الناحيه دي، ايه هي يا كابتن؟ يعني زي ما بقول لك يمكن هم عندهم الناحيه الفرديه يا اسلام، يعني انت ما تقدرش تتكلم على فرقه بيراميدز في الفتره اللي فاتت دي كلها في نواحي جماعيه اذا كان دفاعيه او هجوميه. ايوه، هم عندهم النواحي الفرديه، يعني زي مثلا عبد الله السعيد، زي مثلا رمضان، زي يعني عمر جابر، النواحي الفرديه بتظهر على فترات كمان. تراوري لكن انت مثلا تقول مثلا ان فرقه بيراميدز بتعمل مثلا في التلت الهجومي جمل متكرره حتى لو مثلا مرتين ثلاثه في ال 90 دقيقه انت بتلاقيش ديت. فبالتالي انت سهل جدا انك تقفل مفاتيح لعبه. تمام. طيب على الجانب الاخر يا كابتن، فريق بيراميدز من الفرق القويه، من الفرق الجيده، يمتلك مجموعه جيده من اللاعبين، ولكن النادي الاهلي برضه هو النادي الاهلي، يعني في اي وقت وفي طبعاً اي مكان. طبعا مش عايز اسالك عن التشكيل، ولكن بشكل عام هل من الممكن ان بيتسو موسيماني يلعب بنفس التشكيل او بنفس
اللاعبين اللي بيلعب بيهم في البطوله الافريقيه عنده مجموعه اخرى ممكن يلعب بيها؟ يعني طبعا يعني انت بتتكلم مثلا، انا في رايي ان اجاييه في الجزء اللي لعبه في المباراه الاخيره الحقيقه مباراه الترجي كان ظهر بشكل كويس قوي. واجاييه اول ما رجع من الاصابه طبعا كان في وزن زايد والحركه بتاعته كانت تقيله جدا، فبالتالي لما شفناه الحقيقه في مباراه الترجي الجزء اللي لعبه لا خلاص اجاييه نزل للوزن الطبيعي بتاعه وداخل فيت كمان، يعني داخل كمان في مرحله ودخل في وقت مكسب كانت لطيف يعني كان حلو. فبالتالي انت ممكن الحقيقه اجاييه ممكن يبدا على اساس ان انت برضك اذا كان طاهر محمد طاهر او حسين الشحات او طبعا قفشه، يعني يمكن اللاعب الوحيد اللي انا بقول لك ان صعب جدا ان انت بتشيله من الملعب لان قفشه لعيب مؤثر جدا جدا في اداء النادي الاهلي الهجومي او في 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 استحواذ النادي الاهلي في اذا كان في الثلث الوسطاني او في الثلث الهجومي كصانع لعب من افضل طبعا البلاي ميكر اللي موجودين في مصر حاليا دلوقتي. أيوه. يعني قفشه لعيب تقل بشكل يعني اعتقد يعني لما نيجي نتكلم على افضل لعيب كره موجود حاليا دلوقتي في مصر قفشه طبعا. فبالتالي انت هتلاقي برضك حته التغيير مش كتيره لانك انت وانت حتى بتعمل التدوير لكن انت بتفكر في التلاته بونت، عشان تفكر في التلاته بونت مش هتلاقي تغييرات كتيره الحقيقه في تيم النادي الاهلي. عموما هنكمل كلامنا مع كابتن رمضان السيد وهنرجع بقى نتكلم عن مباراه الترجي في الدور قبل النهائي وكيف يرى المباراه النهائيه، ولكن نطلع فاصل وبعد هذا الفاصل نرجع نكمل مع النجم الكبير والمدرب القدير كابتن رمضان السيد. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. قبل ما ننتقل الى الترجي كابتن عايز اسال حضرتك برضو، انا هلعب يوم واحد، النادي الاهلي هيلعب يوم واحد، يوم اربعة، يوم سبعة، يوم 11، ضغط كبير جدا في ظل ان انت بقالك 50 يوم بتلعب فيه مباراه ولكن على الاقل مثلا مباراه كل اسبوع. هو بص يا اسلام، عشان بس يعني في ناس كانت الحقيقه في فترات كانت في ناس بتهاجم سومان وعلى مش عارف اداء الفرقه ومش عارف تعادل وتعادل او مش عارف ايه الحاجات دي كلها. اعتقد موسيماني عمل حاجه يعني في 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 علم التدريب مثلا الفتره اللي فاتت، هو لعيبه النادي الاهلي كانوا مجهدين جدا 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 بشكل يعني يمكن وصلت لدرجه ان هم حتى كميات الجري قلت وكميات الالتحامات في مثلا واحد ضد واحد او التحامات على الارض او التحامات فوق او كل الحاجات دي نزلت بشكل كبير جدا. عمل حاجه يمكن في ناس هجمته ده كل الناس لما ادى ست ايام كل الناس هجمته، ست ايام راحه سلبيه الناس كلها هجمته صح. لكن انت تشوف لعيب ده اثر الست ايام الراحه السلبيه على اداء النادي الاهلي في مباراه الترجي في الاولى، ده انت عامل تفوق يعني بدني صح. بدني كبير جدا جدا. يمكن هو كمان الحقيقه يعني حتى برضو نفس الحكايه، حتى هو لعب الماتش الثاني المباراه الثانيه على الشكل اللي هو شافه في المباراه الاولى. هو نادي الترجي بعد حوالي 35 دقيقه ولا 30 دقيقه هناك كمان بدنيا وقع خالص، بدليل النادي الاهلي كان ممكن يكسب هناك سكور كبير. وفي نفس الوقت هو حتى لما جه يبدا هنا المباراه الثانيه يا اسلام لعب بالشكل دوت او لعب بالفكر ده ان هو حسب او قيم ان هم بيقعوا في الشوط الثاني، فبالتالي هو ادالهم الاستحواذ. دي فكره كانت جيده جدا ان هو يقفل يعني الشوط الاولاني وخد الاستحواذ كل حاجه وانا شو خد الاستحواذ يا عم انت ولا في مشكله عندي خالص وانا هبتدي اشتغل من الشوط الثاني. هقول لك حاجه، حتى لو هم كانوا وفقوا ان هم يحرزوا هدف كان هو الحسبه البدنيه او التفكير في التقييم البدني اللي هو كان موجود في المباراه الاولى كان برضك هيخليه يعمل التفوق ده. أيوه. وبالتالي هو نجح ان هو كمان في خلال الشوط اللي هو الحقيقه بيلعب زون ومضيق مساحات والحاجات دي كلها اللي هم كان بيلعبها النادي الاهلي احرز الهدف اللي هو من ضربه جزاء. أيوه. ويمكن كان في كره تانية او حاجه. الشوط الثاني انت ممكن تكسب الترجي سكور كبير جدا. أيوه. يعني كنت ممكن تروح مثلا لتمانية سبعة حاجه ما حصل ستة ستة كنت ممكن تروح لسكور يمكن ما حصلش في تاريخ لقاءات اهلي وترجي. فبالتالي يعني في ناس كتيره الحقيقه اللي كانوا بيهاجموا موسيماني الحقيقه، واحنا كنا بنقول الراجل ده بيشتغل ازاي، والراجل ده يعني انت عارف ايه عنده ميزه ان اي فرقه بيلعبها مهما كانت قوتها قويه ضعيفه الحاجات دي كلها
هو بيدرسها بشكل كويس قوي، وبيحط تشكيله، بيحط خطه لعبه على الدراسه اللي هو بيعملها، زي محلل الاداء مثلا اللي معاه الحقيقه. محلل الاداء انا بعتبره من هايل الحقيقه، لان بيديله كل حاجه، كل حاجه صغيره وكبيره وسرعات وقوه والتحامات وكل حاجه عن الفرقه اللي بيلعبها، وبالتالي هو بيحط خطه اللعب على تحليل الاداء اللي هو بتوجد له. هو الراجل الحقيقه عامل، انا في رايي عامل الفتره اللي فاتت، اذا كان من اول ما جه، من اول ما التعاقد الحقيقه، عمل حاجات. انت النهارده كل البطولات اللي شارك فيها موسيماني الحقيقه حصل عليها، ايوه يعني كل البطولات. يبقى انت النهارده لما تيجي تعمل تقييم للراجل ده، انت ما تقدرش تروح حتى ولو حتى 1% ان الراجل ده فيه اي حاجه. بالعكس، الراجل ده انا بشيد بيه الحقيقه، وبشيد حتى بالكابتن محمود الخطيب ومجلس الاداره في فكرهم في التعاقد مع الراجل دوت الحقيقه. هي البدايه في الاختيار كانت ريسكي جدا، ولكن نجحت طبعا طبعا يعني. وبرضك كان فيها هجوم، وهجوم كبير جدا طبيعي. وازاي ومش ازاي وحاجات كده، لكن الحقيقه في نجاح لمستر موسيماني في الفتره اللي فاتت الحقيقه، وفي نجاح اكبر كمان في الفكر اللي الكابتن محمود الخطيب ومجلس ادارته الحقيقه تعاقدوا او فكروا ان هم يتعاقدوا مع الراجل ده، لان هم برضك فكروا فيها، لان هم يعني عملوا تقييم اداء الحقيقه سان داونز الحقيقه في خلال الفتره اللي هو كان ماسك فيها او بيشتغل فيها مع سان داونز. لا اداء هايل هايل. طبعا طبعا. برضه يا كابتن معلش، هي النقطه دي مهمه اصلها، هل الاربع يعني كل ثلاث ايام مباراه ده هيفرق من ناحيه ان احنا بنقول ان ضغط المباريات ده بعد سفر ومروحهم جاي، ولكن في النهايه كنت بتلعب ماتش كل اسبوع، هل ده هيفرق؟ لا يعني انا بقول ان لعيبه النادي الاهلي مش هتتاثر، عشان هم جايين من راحه سلبيه كويسه قوي. يعني بتقول قوي ان الراحه السلبيه لست ايام دي هي اللي هي دي اللي هتخليهم يكملوا الطاقه بقى. طبعا طبعا، بدليل ان احنا شفناها في المباراتين، شفناها في المباراه الاولى وشفناها في المباراه الثانيه. انت يعني انت لو بتيجي تتكلم مثلا على مواقف واحد ضد واحد في اي منطقه في الملعب، كانت في صالح لعيبه النادي الاهلي. أيوه. لما تيجي تلاقي مثلا ثنائيات سرعه في صالح النادي الاهلي، لما تيجي مثلا قوه على الارض بتلاقي في صالح النادي الاهلي، لما تيجي مثلا بتلاقي حاجات مثلا الحاجات اللي هي العاليه في صالح النادي الاهلي. فبالتالي لا، هم انا في رايي ان هو ان شاء الله باذن الله هتلاقي لعيبه النادي الاهلي في الفتره اللي جايه رغم ضغط المباريات، هتلاقيهم الراحه السلبيه اللي حصلوا عليها هتساعدهم بشكل كويس قوي ان هم يأدوا الاربع مباريات بشكل قوي جدا جدا. كابتن رمضان، انت وحضرتك قاعد بتتفرج على مباراه الترجي الاولى اللي كانت في رادس، هل كنت تتوقع ان يظهر النادي الاهلي بهذا الشكل؟ يعني بمنتهى الامانه، بمنتهى الصراحه، لا. يعني مش بنفس الشكل دوت. انا قلت ان هو الراجل هيروح هناك هيضيق مساحات ويقفل ويلعب على نتيجه الحقيقه ان قريبة. هو قريبه، ومثلا هيعمل 0-0، هيعمل مثلا 1-1، لكن الاداء اللي اتعمل في المباراه اللي هناك لا، ده اداء غير متوقع الحقيقه. في يمكن سببه ايه يا كابتن بقى؟ سببه زي ما بقول لك، المرحله اللي كان عليها الحقيقه لعيبه النادي الاهلي جهاد كبير جدا جدا جدا، برضه ست ايام الاجازه، برضه دي سبب رئيسي. وسبب رئيسي اللي انت هتشوفه اسلام في الاربع مباريات اللي جايين، ان برضك خلاص يعني انت النهارده تخلصت من حاجه. وخلي بالك الاجهاد ده مش حاجه، لا طبعا، ما احنا شفنا خلي بالك يوم ماتش المحله لما تعادلنا، ويوم الماتشات اللي تعادلنا فيها زي ما حضرتك بتقول، تحس ان دايما بنقولها ان انت بتوصل للعيبه مش قادره تجري بالظبط. يعني اللعيبه اللي هي مثلا مميزه عندك جدا في كميات الجري والحاجات دي كلها، ومثلا السرعات مش عارف مش موجوده. فبالتالي لا، يعني من ضمن الحاجات يا اسلام الحقيقه اللي برضك الناس بتعلق عليها الحقيقه الفتره الاخيره، رغم ان انت بتعمل نتائج ايجابيه وان انت بتكسب كل مباراتك اللي بتلعبها، الكرات الطويله. يقول لك ده مش اسلوب لعب النادي الاهلي. طب يا جماعه، احنا بنشوف كرات طويله، يعني مش يعني بهدف يعني كل يعني انت عارف ايه فيها ربط. انت النهارده مثلا مش الكره الانجليزيه اللي من 20 سنه دي اللي كان بيحط الكره على راس الحربه، انت بتنقل تنقل وبعدين ده انت بتحط الكره في مساحه انت مره لعيبتك عليها، عشان محمد شريف يروح عليها، عشان محمد طاهر يروح في المساحه دي، عشان حسين الشحات يروح في المساحه دي. وكم مره انت حرصت اهداف من دي؟ يبقى دي مش الكرات الطويله العشوائيه اللي الناس تقول لك دي مش اسلوب لعب النادي الاهلي. هو ما فيش حاجه اسمها كده خالص. ده انا بالعكس، ده لو ناس بتحلل مثلا صح فعلا، يعني
ده الراجل دوت عمل حاجه اعتقد ان في مدربين كتير جدا في مصر وفي الدوري المصري ممكن يشتغلوا عليها. لان انت النهارده بتعمل زي ما بقول لك، بتقعد تحضر وتعمل استحواذ مثلا 6 7 تمريرات، وبعدين انت رابط في تحرك جناح عشان يروح والجناح يخش جوه والباك يجي من وراه وعشان يروح تلاقيه هو رايح للجول. بتعمل الاستحواذ ده عشان تتحط لمحمد شريف. وكمان ايه، اذا انت كمان بتستخدم او بتستغل ان انت عندك 3 لعيبه في الحته اللي فوق، محمد شريف وطاهر محمد طاهر وحسين الشحات جايه مثلا، عندهم عنصر السرعه يعني بيفوق اي مدافعين موجودين في افريقيا او في مصر. بدليل ان انت مش ضربت بيهم بس، مش ضربت بيها باللعبه دي المدافعين المصريين في الدوري المحلي، لا ده انت ضربت كمان في افريقيا، انت جايبين جوال كتيره جدا من نفس الطريقه. طيب خلينا نروح لاحد نجوم النادي الاهلي ومدرب حراس المرمى السابق في النادي الاهلي ومدرب حراس المرمى الحالي لنادي مصر المقاصه، كابتن طارق سليمان. ازيك كابتن طارق؟ ازيك يا كابتن اسلام؟ اخبارك ايه؟ وحشنا جدا، وتحياتي لكابتن رمضان السيد. كمان والله وحشني جدا، وببارك لك طبعا على عودتك في البيت. الله يخليك يا حبيبي، ربنا يخليك. وتحياتي طبعا لكابتن رمضان. الله يخليك يا طارق، توفيق يا حبيبي. ازيك يا كابتن، عامل ايه؟ وحشني. الحمد لله، ربنا يخليك يا طارق، وانت وحشني والله يا طارق. والله دايما يعني. بالتوفيق يا طارق ان شاء الله يا حبيبي. ربنا يكرمك يا كابتن رمضان، وسعيد دايما لما بشوفك والله يعني. الله يخليك يا طارق، الله يخليك. واحد يعني اشتغلت تحت ايديك في بترول اسيوط، والناس الصراحه المحترمه جدا يعني بجد والله يا كابتن. ربنا يخليك يا طارق، ربنا يخليك يا حبيبي. يعني كابتن طارق طبعا مبروك تولي المنصب الجديد كمدرب لحراس المرمى في مصر المقاصه، اعتقد مهمه صعبه يعني. كابتن اسلام الصوت واطي شويه معلش. بقول لك يعني اعتقد ان المهمه صعبه دلوقتي في مصر المقاصه، خصوصا بعد تغيير الكابتن محمد عبد العظيم او تقديم استقالته، وكابتن محمد عبد الجليل هو دلوقتي المدير الفني. هو انا موجود يا كابتن بقالي حوالي 3 شهور يعني. ما انا بقول لك التغيير في المدير الفني. لا والله الحمد لله يا كابتن، انا بشتغل في نادي محترم ونادي الامانه يعني، نادي مستقر يعني، نادي ناس يعني بتشتغل في جو هادي جدا جدا، وعندك ما شاء الله لعبه كويسه واداره كويسه. فالحمد لله يعني بتقدر تطلع شغل كويس، والحمد لله انا شايف يعني محمود حمدي بقى له فتره كبيره الحمد لله ماشي بشكل كويس قوي. يعني مشاكل كتير الحمد لله كان سبب رئيسي في يعني فوز المقاصه. فاتمنى ان شاء الله، الواحد بيحب يشتغل يعني، وبيحب يعني يشتغل في جو هادي، والحمد لله المقاصه هي المستقره في حاجات كتير. طبعا اداره محترمه ولاعيبه كويسه جدا، فان شاء الله ان يعني نطلع حاجه افضل من كده. ما عندكوش قلق من الفتره اللي جايه يا كابتن طارق؟ والله يا كابتن اسلام احنا الحمد لله يعني محققين مكاسب كويسه الفتره اللي فاتت مع كابتن عظيمه، وواصلين نقطه 36، وكنا رابع دوري من فتره بسيطه. ايوه. انما طبعا خسرنا الزمالك امبارح، رغم ان احنا كنا عملنا اداء كويس قوي امبارح، كنا ممكن نتعادل، انما ما فيش نصيب يعني. ايوه. انما الحمد لله الامور مستقره الى حد كبير، احنا تقريبا السابع على الدوري. أيوه. عندنا 36 بونت، لسه في حوالي لينا حوالي 8 مباريات او 7 مباريات، حوالي 8 يعني، احنا متاجلين ماتش النادي الاهلي يوم 11 ان شاء الله. ايوه. فالامور بالنسبه لنا الحمد لله مستقره، والنتائج الحمد لله الى حد كبير يعني نتائج طيبه يعني. انت عارف ان المقاصه كابتن اسلام في بدايه الموسم بتتكلم حوالي 14 لاعب السنه دي اتباعوا الانديه في الدوري الممتاز. مظبوط. يعني منهم 5 بس راحوا سيراميكا. ايوه. فالمقاصه من الانديه الحمد لله اللي ولاده بلعيبه كتير يعني، رغم ان مشي على مدار اكثر من 5 6 سنين. ايوه. في لعيبه كتير لو قعدنا نعد لعيبه مشيت من انديه، سواء بقى راحت يعني بيراميدز، راحت النادي الاهلي، راحت نادي الزمالك، راحت سيراميكا، راحت البنك الاهلي، راحت حتى بره مصر زي مثلا حسين الشحات، وبعد كده رجع النادي الاهلي زي جون انطوي، زي التراوري، يعني لعيبه كتير قوي. ايوه. زي احمد سامي، زي دبه، لعيبه كتير قوي مشيت من المقاصه، والحمد لله المقاصه يعني طول عمرها ولاده بلعيبه كويسه، وفعلا ما زالت المقاصه عندها لعيبه كويسه. كابتن طارق عايز اسالك برضو في نقطه مهمه بالنسبه للمباراه امبارح، حتى كنت انا والكابتن رمضان بنتكلم فيها اوف اير يعني، وكنا لسه هنفتحها في الفتره القادمه. امبارح ضربه جزاء تم احتسابها على نادي المقاصه، تمام اتحسبت خلاص. طيب هل مصر المقاصه امبارح كان له ضربه جزاء يعني اعتقد كانت واضحه جدا، هل ده ممكن يكون له تاثير سلبي على استقاله الكابتن محمد عبد العظيم؟
لا والله يا كابتن اسلام هي ما لهاش علاقه، انما احنا فعلا امبارح يعني احنا شفنا بعد ما انا يعني روحت انا شفت ضربه الجزاء اللي ما اتحسبتش، لا ممكن تتحسب بشكل كبير جدا، يعني زي ما ضربه الجزاء الزمالك اتحسبت وكان الحكم يعني سريع جدا في احتسابها. ايوه يعني حتى الفار ما ادالوش، هو الفار اكد ضربه الجزاء. نعم برضه ضربه الجزاء امبارح بتاعتنا ما انا شايفها يعني الى حد كبير لا مو يعني سهل يعني لا واضحه. الكره جايه في ايد الراجل، لا ده واضحه، ما هو ده اللي احنا كنا بنتكلم فيه، ان يجب ان يكون هناك تحقيق او تطبيق للعداله التحكيميه على الكل. الحقيقه مصر المقاصه والزمالك وكل الفرق والاهلي طبعا، لانه احنا في النهايه انا عايز اكسب كل مباريات انا كنادي اهلي يعني. طبعا مفيش شك، طبعا انا شايف ان امبارح يعني احنا لو خرجنا امبارح تعادل نبقى احنا زعلانين، احنا 90 دقيقه احنا افضل من نادي الزمالك، عاملين مباراه كبيره امبارح يا طارق. فعلا كابتن رمضان مباراه كويسه وضيعنا فرص كتير. طبعا عارف يا كابتن احنا بعد الماتش حتى لقينا الاستحواذ 58 42 الاستحواذ، وفي فرص بتضيع ولينا ضربه جزاء ما اتحسبتش، فانما في النهايه هي دي كره قدم يعني. ايوه اتمنى يبقى في، انا عارف ان يعني الحكم ما يقصدش طبعا، كان المفروض ان الفار هو اللي يديله ويطلعه ويبص على ضربه الجزاء ويشوفها مره واثنين ويتاكد ان ضربه الجزاء مش يعني، وبعدين انما ضربه الجزاء على فكره يا كابتن زي ده، زي لو تفتكر مباراه الدور يعني في الاهلي والترجي، ما هو اللي مين ادى لضرب الجزاء؟ حكم الفار بالظبط. طبعا يعني اللي ادى للحكم الكاميروني ان هي ضربه جزاء يا كابتن رمضان بالظبط الفار. الفار طبعا، وهو طبعًا. ده على فكره اللي احنا قلناه يا جماعه، ده مهم جدا مهم جدا 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 يعني فعلا. انت بتتكلم في يعني انت بتتكلم في ضربه جزاء، يعني انت تتعادل تطلع متعادل ما تطلعش بالظبط، ولا ويا عالم بقى كان ايه اللي هيحصل كمان بعدها يعني. حتى الحاله الفنيه اللي انتوا كنتوا عليها طارق في ال 90 دقيقه، اعتقد الكره دي مثلا لو اتحسبت ضربه جزاء وانتوا احرزتوا منها، اعتقد ان انتوا كنتوا ممكن كمان تكملوا في المباراه كمان بنتيجه افضل. أيوة. كمان ممكن سهل جدا ان انت لو ربنا كرمك بضربه جزاء دي ممكن تكسب يعني. فانا بس على كل اللي انا بس بطلبه ان لا البار المفروض يشوفها مره ويجيب الحكم يقول له تعالى بص عليها. بالظبط هي دي بس نقطه الخلاف يعني، انما انت كفار تقول ان الكره ما فيش فيها حاجه خالص، ما تستدعيش الحكم طبعا طبعا لا انما في النهايه بقول الحمد لله على طبعا الاداء كان كويس، انما ما فيش مكسب، ان شاء الله المكسب يجي الفتره اللي جايه باذن الله يعني. هو الاول يا طارق انا عاوز بس اوجه لك برضك حاجه، يمكن طارق سليمان يا اسلام الحقيقه انا بعتبره من مدربين حراس المرمى المميزين جدا طبعا في مصر. طبعا له بصمه كبيره على حراس المرمى النادي الاهلي، وليه بصمه على كل الحراس اللي بيدربهم الحقيقه، لازم طبعا. اشاده بطارق، لا طارق ربنا يكرمك يا كابتن رمضان، والله انا بشكرك يا كابتن رمضان، ربنا يبارك لك يعني. ده حقك يا حبيبي، يستحق الحقيقه من المدربين الهايلين الحقيقه. كابتن طارق رايك في اداء الشناوي، يعني كان قاعد معاك فتره، رايك فيه دلوقتي وما وصل اليه الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير؟ والله بص يا كابتن اسلام، احنا الحمد لله رب العالمين من 2016 لما يعني كان في طبعا انت عارف نظام النادي الاهلي دايما في سيستم في النادي ان انت بتقعد كجهاز فني مع يعني بنقعد مع بعضنا الاول، وبعدين الجهاز الفني طبعا المدير الفني ومدير الكوره بيقعدوا مع لجنه الكوره، وبعدها بيختاروا بقى المراكز اللي احنا محتاجينها للموسم الجديد. فاحنا 2016 يعني كجهاز فني قلنا ان احنا محتاجين نجيب حارس مرمى، فانا رشحت محمد الشناوي ورشحت عادل لطفي، وكان في اتجاه ان احنا نجيب الاثنين، انما ما عرفناش نجيب الاثنين في موسم واحد، فجبنا الشناوي 2016 بعديها على طول جبنا عادل لطفي يعني جم الاثنين ورا بعض. ايوه والشناوي ما شاء الله احنا جايبينه كابتن اسلام، واحنا عارفين ان الشناوي جول موهوب وجول عنده قدرات وكان في النادي الاهلي طبعا ومشي يعني من فتره كبيره، واللي راح لعب في حرس الحدود ولعب في طلائع الجيش ولعب بتروجيت اعتقد حوالي ثلاث سنين وبتروجيت والولد الامانه يعني عنده مواصفات يعني مواصفات شخصيه ممتازه، مواصفات جسمانيه، عنده موهبه، والحمد لله لما جبناه 2016 بدا يشتغل وبدا يلعب في الفتره الاولى ورجع قعد ثاني، وبعدين 2017 بقى لما لعب موسم كامل حوالي 31 مباراه وختمها بكاس عالم، رجع طبعا لعب بطوله افريقيا، وبعدها بقى وهو كمل ما شاء الله بقى له اكثر من اربع سنين دلوقتي الشناوي هو الجول رقم واحد النادي الاهلي، الجول رقم واحد في مصر، عنده مواصفات ما اعتقدش ان هي موجوده في حد كتير يعني. ايوه عنده مواصفات شخصيه يا كابتن اسلام جباره طبعا يعني الشناوي مواصفاته الشخصيه بتساعده كتير جدا جدا طبعا، اكيد الموهبه طبعا ده اساس طبعا، زي طبعا المواصفات الجسمانيه الشناوي ما شاء الله طوله 91 زي بقى الشخصيه بقى دي دايما بتراهن عليها بالذات في النادي الاهلي، لانك انت بتتحط في مطبات كتير، بتتحط في ظروف صعبه كتير جدا، بتتحط في انتقادات كتير، فلو انت ما عندكش الشخصيه القويه دي مش هتقدر تكمل في النادي الاهلي، مش هتقدر تكمل. ده دايما دايما النادي الاهلي بيراهن على اي لعيب بيجي من بره على الشخصيه، حط تحتها 100 خط
الشناوي عنده الحته دي ما شاء الله يعني، حتى دلوقتي هو قائد للفريق ما شاء الله، بيعمل الدور ده كويس قوي مع اللعيبه، بيعمله مع الجهاز الفني. الامانه الشناوي انا بعتبره هو دور رقم واحد في مصر، وهيفضل يلعب كده يعني، ربنا يبعد عنه الاصابات ويبعد عنه طبعا اي حاجه وحشه، هيبقى جون منتخب مصر مش اقل من 10 سنين جايين يعني. ده اللي استلم، بص يعني دايما انت بتيجي يعني بعد فتره الحضري مبطل، ايوه بيحصل فتره كده ايه، انت ما لسه ما انتش مستقر على مين يبقى يكون منتخب مصر فتره كبيره، ايوه. لما بدا يلعب الشناوي خلاص بدات تقول ان لا، في جول منتخب مصر، لا خلاص ده الشناوي ده الى حد كبير في استقرار من الشناوي يبقى جول منتخب مصر مش 10 15 سنه جايين. ايوه، والولد عنده تركيز عالي جدا، بينزل كل مباراه بيلعبها تعتبر دي اخر مباراه بيلعبها او دي بدايه بالنسبه له، عشان كده دايما تركيزه ما شاء الله، تركيز الشناوي عالي جدا. ايوه، ده بتشوفه في كل المباريات 90 دقيقه يا كابتن اسلام، الشناوي ما شاء الله مركز ما بيفصلش. فكل الحاجات دي ادت للشناوي دلوقتي الافضليه ان يبقى حارس مرمى مصر الاول، حارس مرمى النادي الاهلي، واتمنى له التوفيق طبعا يعني، لان الشناوي انا بعتبره يعني هو، انا مش عايز اكبر نفسي، هو يعني اخويا الصغير يعني. لما انت كبرت يا عم طارق خلاص بقى، انت هتقولي ما احنا لسه بنقول لك يا طارق انت من اكبر دلوقتي المدربين الحراس. ايوه حبيبي يا طارق، بقول لك يعني اتفضل. فالشناوي ما شاء الله يعني، انت عارف انا يعني انا هقول لك سر، انا لما جينا نتعاقد مع الشناوي، انا ليا اخ مدرب راس مرمى اشتغل في الزفره الاماراتي، واشتغل في البلديه مع كابتن عبد الرزاق شافي، ايوه، ومرن الشناوي سنتين لما كان في الحمود. ياه. لما جينا نجيب لما جينا نجيب الشناوي، انا قلت له كلمت اخويا قلت له انا عايزك تجيب الشناوي وتعزمه عندك على الغدا في البيت عندك، وانا هاجي لك البيت. كنت انت يا كابتن طارق كنت انت مدرب حراس المرمى في الاهلي ساعتها؟ كنت مدرب حراس المرمى في النادي الاهلي. اوكي. فكلمت اخويا ماهر مدرب حراس المرمى طبعا ما شاء الله يعني، بقاله قاعد في الامارات فتره كبيره، فقلت له ماهر انت يعني انت علاقتك كويسه بالشناوي وبتكلمه ويجي لك يعني، تحاول ان انت مره هتجيبه كده، هبقى انا متفق معاك تجيبه البيت عندك تعزمه على الغداء، وانا هاجي لك البيت، بس انا اكيد انا جاي عادي يعني داخل البيت في مدينه نصر، الكلام ده في مدينه نصر. وفعلا كلمني كابتن ماهر قال لي انا بكره ان شاء الله الشناوي هيجي يتغدى معايا. ايوه. وفعلا الشناوي انا كلمت ماهر بقى، وانا بعد ما خلصت تمرين في النادي في الجزيره طلعت على ماهر على طول، دخلت لقيت الشناوي موجود قاعد مع كابتن ماهر. قعدت اكلمه بقى في ان احنا محتاجينك بقى النادي الاهلي، فقال لي يا كابتن يا ريت، وانا عندي استعداد وانا بحب النادي وانا يعني حابب ان انا ارجع تاني. دي كانت بدايتي اول مره كنت قابل فيها محمد الشناوي. طبعا انا مرنته في الاهلي زمان لما كان في الناشئين، مرنته فتره بسيطه مش كبيره يعني. ايوه. فدي كانت البدايه بقى، بدايه التفاوض مع طبعا انا بقى موضوع التفاوض بقى الخاص بقى بالتفاوض الناحيه الخاصه بقى بتبقى خاصه بالناس اللي موجوده في النادي. بالظبط. انما دي كانت البدايه بتاعتي لما قعدت مع الشناوي وقلت له احنا عايزينك وان شاء الله يعني الفتره اللي جايه دي هيبقى في تفاوض ان شاء الله مع التروجيت. ايوه. وفعلا بعدها بقى طبعا ايه، استلم بقى الملف المسؤول عن الملف الدكتور عصام، واستلم بعديه طبعا الكابتن امير توفيق لغايه لما بقى الشناوي بقى كده. طبعا لحد ما الشناوي جه. دي كانت بدايه يعني، دي اصلا انا بتكلم في واقع حصلت فعلا يعني. طبعا انا بقولها طبعا واقع حصل، واكيد الشناوي فاكر الكلام ده يعني. حبيبي يا كابتن طارق، شرفت ونورت ودايما سعداء بوجودك، وربنا يوفقك يا رب في الفتره اللي جايه. انا بشكرك شكرا جزيلا الكابتن طارق سليمان، مدرب حراس مرمى النادي الاهلي السابق ومدرب حراس مرمى نادي مصر المقاصه، من الشخصيات المحترمه جدا ومدرب شاطر جدا، والحقيقه في كل الانديه اللي راحها الحقيقه الحراس بيبقوا على مستوى عالي جدا جدا. ايوه. طبعا. طيب خلينا نطلع فاصل، وبعد هذا الفاصل ناخد بقى نصائح كابتن رمضان السيد للاربع مباريات القادمه بعد ان شاء الله ما وصلنا للدور النهائي، اربع مباريات صعبه، نصائح الكابتن رمضان السيد للاعبين والمدير الفني بعد هذا الفاصل. اهلا وسهلا بحضراتكم مره اخرى اعزائي المشاهدين. كابتن رمضان، قبل ما ناخد نصائح حضرتك، من وجهه نظرك مين الحصان الاسود للمسابقه الدوري العام حتى الان؟ المصري طبعا بيؤدي مباريات جيده مع علي ماهر، بيؤدي مباريات جيده جدا مع علي ماهر، واعتقد ان علي ماهر عمل تطوير في اداء لعيبه النادي المصري بشكل كبير جدا جدا جدا، ويمكن كمان هو خسر مباريات يعني المفروض ان هو كمان كان فيها الافضل كان ممكن يكمل كمان افضل من كده كمان، فالمصري انا بعتبره الحصان الاسود طبعا. من اكتر السلبيات اللي بتشوفها في الدوري بقى بشكل كامل يعني، يمكن في فرق الحقيقه بدات بدايات قويه جدا ووقعت ما كملتش،
ويمكن كان حتى الناس كلها كانت بتتكلم عليهم ان هم ممكن يخشوا مثلا مربع من ضمنهم مثلا فرقه سيراميكا الحقيقه. يعني عملوا بدايه قويه ولا اروع، وبعد كده الحقيقه المستوى نزل بشكل كبير حتى في النتائج. محله نفس الحكايه، محله برضه من الفرق اللي اتقال عليها الحصان الاسود، ولكن بقى لهم خمس مباريات بيخسروا، اربع خمس مباريات بيخسروا برضك ورا بعض. فدي يمكن السلبيه اللي موجوده. يعني انت بدات عملت بدايه قويه، اعتقد ان كان المفروض الفرقتين دول يكملوا بشكل قوي. من وجهه نظرك هل في مفاجآت في الدوري العام ممكن تحصل في الدوري، يعني في قمه الدوري او في الهبوط؟ يعني في الهبوط هي لسه ما تقدرش تحسمها، رغم ان في فرق الانتاج بتتكلم على الانتاج، بس فجاه كده بيكسب مثلا مباراه صعبه جدا، مباراه المصري الحقيقه، فرقه مثلا البنك الاهلي، وبرضك بيكسب مباراه صعبه جدا. لكن هي اللبنات بتقول ان في مثلا اربع خمس فرق هيفضلوا برضك يصارعوا كده، على اساس ان مين اللي هينجو منهم الحقيقه صعب ان انت تتكهن بيها دلوقتي، لانك انت حتى لو قلت مين دلوقتي يبقى فيها عمليه احباط حتى، وفيها النقطه 34 35 هي اللي هتبقى النقطه 36 37 كمان لو الفرق اللي تحت دي ابتدت تواصل الفوز. يعني لو البنك والانتاج وصلوا الحقيقه الفوز الفوز هتبقى تروح ل 37 او 36 في القمه. القمه هتبقى اهلي وزمالك فقط لا غير. يعني النادي الاهلي بيراميدز بعيد، مصري بعيد، سموحه بعيد. لا لا كل لا لا الانديه دي بعيده خالص عن ان هم يخشوا على المنافسه على البطوله. لكن ممكن ينافسوا في على المربع. لكن البطوله هتبقى اهلي وزمالك. اهلي وزمالك. اهلي وزمالك. طيب قبل بقى ما نخش في الاربع مباريات اللي جايه، نصايحك لمجموعه اللاعبين الموجودين في النادي الاهلي والجهاز الفني. يعني يمكن نصايح الحقيقه للجهاز الفني، انا بقول له طبعا ان هم شغالين بشكل يعني هايل، واشاده كبيره جدا 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 بيهم الحقيقه. في زي ما قلت لك يا اسلام، راجل ازاي بيعرف يدير 90 دقيقه، ازاي بيحط تشكيل للمباراه، ازاي بيحط خطه المباراه اللي هيلعبها. فاعتقد ان هو يستمر على كده. يمكن هو عمل حاجه، ممكن يغير في تشكيل مثلا او حاجه ولا طبعا هو يعني. يمكن عمل حاجه يا اسلام الفتره في المباراتين الحقيقه، وبرضك في مباريات في افريقيا، ان هو غير طريقه اللعب، طريقه اللعب 4-3-3. ويمكن دي في حوالي اربع خمس مباريات وحقق فيهم نتائج ايجابيه، يعني من ضمنهم طبعا المباراتين وسان داونز والترجي وسان داونز 3-4-3 يعني اقرب لـ3-4. ويمكن دي حتى ابتدت حتى ممكن الناس تفكر تقول مثلا هل هو ممكن يرجع تاني لـ4-2-3-1، على اساس طبعا ان انت بتستخدم الجناحين بتوعك بشكل من افضل الفرق اللي بتستخدم الجناحين بتوعك بشكل قوي جدا. وفي نفس الوقت قفشه، وجود قفشه كصانع لعب، وك هو اللي بالحقيقه بيساهم بشكل كبير جدا في حته الاستحواذ في وسط الملعب، اذا كان تلت وسطانة او اذا كان الحقيقه التلت الهجومي. فانت هي دي، هل موسيماني ممكن يواصل 4-3-3 ويلعب بالسليه وحمدي فتحي واليو ديانج، ولا هيرجع تاني لطريقته اللي هو كان بيلعب بيها الحقيقه الفتره اللي فاتت، رغم ان انا في رايي ان هو محقق بيها نجاحات. يعني هو كمان ممكن يستخدم قفشه في حته، يبقى محمد شريف ويبقى طاهر ويبقى قفشه تالت من تحت شريف. اعتقد برضك كل المباريات اللي عملها قفشه في المركز ده، رغم ان هو مركز صعب عليه، لكن عملها بشكل كويس جدا. فبالتالي انت النهارده برضك في حاجه، يمكن لما بيجي نتكلم على حته الاجهاد، انا في رايي مثلا ان بعد الحقيقه اصابه علي معلول في وخد فتره، لا ياخد ماتشات كبيره جدا، خلاص ما فيش عنده مشكله خاصه في حته الاجهاد. وعلي معلول كمان يمكن هو رجع مباراتين، لكن هو لسه ما رجعش لمستوى علي معلول قبل الاصابه. علي معلول طبعا يعني مفتاح لعب للنادي الاهلي، ومن يعني علي محتاج الماتشات اللي جايه بالظبط، والماتشات اللي جايه دي هترجع علي معلول بدنيا بشكل قوي جدا جدا. برضو في حته الباك اليمين، انا في رايي ان لا يمكن ان انت تفكر ان انت تغير اكرم توفيق الحقيقه، لان هو زي ما قلت لك ان هو عامل تفوق كبير جدا جدا في النواحي الدفاعيه. وانت بس الفتره اللي جايه دي كمان المباريات اللي هيلعبها اكرم توفيق هتزوده كمان في الناحيه الهجوميه، هيبقى انت كسبت الحقيقه باك يمين، رغم ان انت يعني كان عندك محمد هاني، ويمكن البديل بقى اللي بعد محمد هاني خلاص انت بتتكلم كده في اكرم توفيق ركب في المكان ده بشكل قوي جدا.
عموما ربنا يسهل، داخلين على اربع مباريات صعبه، ربنا يكرم ان شاء الله الفريق الاول. انا بشكرك جدا يا كابتن رمضان على وجودك معانا دايما، بتشرف ومنور. ربنا يخليك يا اسلام، نستمتع بيك. انا سعيد بيك ان انا معاك يا اسلام. ربنا يخليك، ده شرف لينا يا كابتن. الله يخليك يا اسلام، شرف لينا. شكرا جزيلا للنجم الكبير والمدرب القدير كابتن رمضان السيد. انا بشكر حضراتكم، شكرا جزيلا. انتظرونا بكره ان شاء الله فقره ثابته دايما بنكون مع حضراتكم من خلال احمد ثابت وكريم سعيد وفقره مجموعة من النقاد الصحفيين الكبار اللي هيكونوا متواجدين معنا بكرة إن شاء الله في الفقرة الثانية. أنا بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، إن شاء الله أشوف حضراتكم بكرة في تمام الساعة 10:00.